تمام، احنا كده بدأنا نسجل. كده الشاشة ظهرت. ها يا شباب، الشاشة ظهرت كده ولا لأ؟ عندي لسه تمام يا ظهرت دكتور، يا ظهرت. دكتور. يبقى بس كانت ثواني بس، ما اعتقد ظهرت عند الكل كده يعني. تمام، فدلوقتي احنا في misconception number 6. زي ما اتفقنا، الميسكونسبشنز بناخد العبارة اللي بالبولد بس، مش بنعمل لها كوركشن، مش بنتناقش في حاجة أكتر من العبارة اللي بالبولد، وبتيجي في صورة true or false. فهنا بنقول experiments are a necessary part of من ال scientific process. Without an experiment، من غير بقى التجريب، a study is not rigorous or scientific، الدراسة ما تكونش علمية. فإيه مدى اتفاقك مع الكلام دوت؟ يعني في حاجات بتبقى محتاجة تجربة علمية وحاجات مش محتاجة تجربة علمية. هي مش محتاجة، هي يعني لا يمكن لنا فيها التجريب. فعشان كده بنقول ان ده يا شباب misconception، يعني لما تجيلك بالهيئة دي وبالشكل ده في الامتحان يبقى هتعمل فولس. هو العبارة هنا بالتحديد الجزء الثاني اللي هو without an experiment، بيقول لك من غير التجربة يبقى الدراسة مش علمية. لا طبعا، الدراسة ممكن تكون علمية جدا من غير تجربة، لان احنا ما نقدرش نجرب. زي مثلا علم الفلك، ما تقدرش تعمل تجريب، صح كده ولا مش صح؟ بالكتير تعمل رصد، يعني تعمل رصد يبقى كويس أوي، لكن ما تقدرش تعمل تجريب. فإذا العبارة دي true or false بقى هتقول إيه؟ سمعني صوتك فولس بالظبط كده فولس بشكل قاطع وصريح. مش أحمد لوحده بقى اللي معانا، يعني إحنا الميعاد ده يعني كان مش عارف، الناس قليلة ليه يا شباب النهاردة؟ ولا بيذاكروا الفاينل يعني او امتحاناتكم او كده؟ بالظبط يا دكتور، يعني مزنوقين جدا، عملي ونظري وفاينل وميد كله فرقة واحدة، فالدنيا خربانة شوية. يعني انتوا بتمتحنوا الاسبوع ده اليومين دول؟ لا، الأسبوع الجاي إن شاء الله، يعني بعد امتحان ساينتفك على طول. فانتوا بتجهزوا بالمذاكرة طبعا عشان اللي جاي. بالظبط، طيب تمام. معلش، يعني ربنا يعين، واحنا ان شاء الله يعني ايه هنحاول نلم الدنيا، بس يعني اللي ما حضرش مهم ان هو يسمع الريكورد. تمام إن شاء الله. طيب الامور اللي هنقدر يعني نعديها بسرعة هنعديها بسرعة، لكن في حاجات هنقف بقى عندها، ودي اللي يهمني قوي ان انت تطلع فاهمها من محاضرة النهاردة. نمبر 7، بنقول ان الهارد ساينسز ار مور ريجوروس اند ساينتفك من السوفت ساينسز. طبعا قلنا قبل كده ان الهارد ساينسز هي العلوم الطبيعية زي الفيزيكس وزي الكيمستري، والسوفت ساينسز هي العلوم الإنسانية. فالعلوم العبارة بتقول إن العلوم الطبيعية دي يعني أكثر علمية من العلوم الإنسانية. العبارة دي إحنا بنختلف معاها، يعني لما تقابلك في الامتحان تقول فولز. ليه؟ لأن بنقول كل علم هو أكثر علمية بالنسبة لموضوع الدراسة بتاعته. يعني أنا موضوع الدراسة بتاعتي هنا الإنسان، يبقى مش علم الفيزياء هو اللي هيدرس الإنسان. لكن لما يكون موضوع الدراسة بتاعتي هو المادة الصلبة هيكون الفيزيكس. طيب نمبر 8، هنا بنقول scientific ideas are absolute and unchanging. طبعا الموضوع ده قتلناه بحثا، عاوزين بقى الناس يعني تحاول ان هي تسترجع معانا كده بقية المقرر. يعني فال scientific ideas are absolute and unchanging، لا طبعا ما هياش ابسولوت، ده هي زي ما قلنا كده بقى. اللي ابسولوت كان ايه لما قلنا
الفرق ما بين الساينس وما بين حاجة تانية كان الريليجن، صح كده؟ فحتى قلنا الموضوع دوت في التستابيليتي، في الكاركترستكس اوف ساينتفك نوليدج، لما قلنا ان الساينس تستابل لكن الريليجن ابسولوت مطلق، يعني بغض النظر عن اللي يحصل او اللي ما يحصلش، الايمان عندي يقيني لا يتزعزع، يعني انا مؤمن ان في حياة اخرى، في جنة ونار، مفيش اي تجربة او في اي حدث ممكن يعني ينقض هذا الايمان، عشان كده بنقول absolute beliefs. لكن الساينس دايما بيتغير وخاضع للتست. طيب نمبر 9، ودي اخر misconception هنقف عنده، الكتاب بعد كده مكمل misconceptions كتير ملناش علاقة بيها، هنقف عند رقم 9. because in the scientific ideas are tentative and subject to change، عشان الافكار العلميه tentative يعني مبدئيه، مبدئيه subject to change يعني خاضعه للتغير، they can be trusted. طبعا هنا هو تحس ان هو بيبني على العباره اللي قبلها، يعني احنا هنا كان بيقول لنا الساينس ابسولوت، قلنا له لا مش ابسولوت طبعا ده بيتغير، قال طب طالما هو بيتغير والافكار مبدئيه subject to change و tentative they can be trust، ما نقدرش نثق فيهم، الكلام ده true ولا false؟ false. false بالظبط كده. ليه؟ لان هو مهما كان العلم بيتغير كل يوم، في كل يوم في جديد، لكن طبعا احنا بندي الثقه كلها لمين؟ للمنهج العلمي والاجراءات العلمي. يعني انت لما بتركب الطياره ما انت بتثق في العلم ولا ما بتثقش؟ لما بتركب العربيه وفاتح على 120 وواثق ان انت هتدوس فرامل هتقف، ما هو ده ثقة في العلم، مش ثقة يعني في اي شيء اخر، دي ثقة في التطبيق العلمي للقوانين العلمية. نيجي بعد كده زي ما اتفقنا على misconceptions، تقف عند نمبر 9 وتشد خط خلاص، بعد كده في misconceptions كتير ملناش علاقة بيه. بعد كده ننقل على صفحة 82، هنتكلم فيه عن goals of science، اللي هي ايه بقى؟ أهداف العلم. أهداف العلم يا ترى هو العلم جاي يحقق لنا ايه؟ هو ده السؤال بتاع أهداف العلم. أول هدف to describe، إن أنت توصف، وهنقول هنا بنحدد العبارة ديت اللي أنتوا شايفينها يا شباب، to understand the behaviors and events we study، عشان نفهم إيه؟ خد بالك behaviors and events هتقعد تعدي علينا في الدرس بتاع أهداف العلم، معناها إيه؟ معناها الظواهر، الفينومينا، تمام كده؟ يعني behaviors and events اللي هي تشمل سلوك الإنسان، تشمل الزلازل والبراكين، تشمل المادة الصلبة، حالات المادة الغازية، كل حاجة بيدرسها العلم. فعشان نفهم الظواهر، اتفقنا بقى إن behaviors and events ديت لما تقابلنا هنقول عنها الظواهر. فعشان نفهم الظواهر اللي بندرسها we must describe or define them، لازم ندي وصف. والdescription ده يعني أول هدف بيحققه العلم. لذلك اول كاركترستيك في الكاركترستيكس اوف ساينتفك نوليدج كانت ايه؟ كانت لانجوج كده اهوت، الناس اللي بتبقى صاحيه معانا، احنا معانا ناس يعني كويسه يعني. حضرتك يا دكتور، أول خاصية من خصائص المعرفة العلمية مش قلنا الأكيوريت لانجوج؟ وساعتها قلنا هدف اللغة دي كلها إيه؟ إن هي تديني ديسكريبشن، وقلنا ساعتها إن لغة العلم لا تعبر عن التعاطف ولا المشاعر، وما تنقلش مشاعر، وما بتعملش تواصل بشري على مستوى المشاعر، لكن تدي ديسكريبشن، عشان كده هي لغة يعني أكيوريت لانجوج. فلذلك أول هدف بيحققه العلم هو تو ديسكرايب، توصف الظاهرة. فقبل ما ندخل على بقية الأهداف، أول هدف اللي يكون نعمله إن إحنا ندي توصيف دقيق للظاهرة، إيه اللي حصل؟ يعني حصل كده هو شعاع من نور، إيه اللي حصل؟ لازم تدي
توصيف دقيق جدا للظاهرة عشان تقدر بعد كده تحقق بقية الأهداف. طيب تاني هدف الجولز اوف ساينس، التحديدات بتاعته يا شباب تتلم كلها في فقرة، فيعني هم كلهم 6 سطور كده، فيعني ايه موضوع الجولز اوف ساينس بسيط قوي. تاني هدف ان هو تو اندرستاند البيهيفيرز اند ايفنتس، اتفقنا يعني ايه بيهيفيرز اند ايفنتس؟ الظواهر، تمام. وستادي اللي بندرسها، وي ماست اولسو ايدنتيفاي ذا كونديشنز within which they operate. لازم نحدد يعني ايه conditions، معناها الشروط، الشروط اللي بتحصل في اطارها البيهيفيرز اند ايفنتس دي اللي احنا قلنا ان هي الظواهر. In other words، بعبارة اخرى، we identify what causes a behavior or event to occur. احنا بنحدد اللي بيخلي behavior or event اللي هو الظواهر، بنحدد الاسباب اللي بتخليها تحدث. وفي الهدف ده يبقى احنا حققنا كده الاكسبلين او الاكسبلانيشن اللي هو التفسير. يعني لما تيجي انت تديني ديسكريبشن، اول هدف من اهداف العلم ان انت تقول لي ايه، بنسمع صوت انفجار وبنلاقي نور جاي من السماء، ده كده انت بتديسكرايب اللي بيحصل. الاكسبلين بقى تيجي تقول ايه، تقول والله بيحصل يعني تفريغ لشحنات كهربائيه، فبيظهر قصادنا مثلا الضوء دوت، الشرر دوت، كل اشكال بقى ان انت تقول الكونديشنز اللي بتحدد حدوث الظاهره، يبقى انت كده بتعمل اكسبلين. الكونديشنز اللي لازم تبقى موجوده عشان تكتمل الدائره الكهربائيه، يبقى انت كده بتاكسبلين الالكتريستي، تمام. فده المقصود بالكونديشنز، الشروط لازم تكون يعني مواد في الزيت توصل. طيب في الوسط حتة خشب مش هتوصل، يبقى مش يبقى انت اذا ما قدرتش تاكسبلين. فالاكسبلين ان انت تحدد الشروط بدقة اللي لما تحصل او تتوفر يبقى هتحصل الظاهرة دي. زي ما بنقول احنا دلوقتي مثلا ايه، عشان احنا قادرين نعمل اكسبلين لظاهرة مثلا الاشتعال، نقدر نقول لك ايه، يعني لازم نكون حريصين جدا في الأماكن اللي هي فيها أكسجين بدرجة نقاء عالية، لازم نكون حريصين جدا في الأماكن اللي هي فيها مواد قابلة للاشتعال. كل ده بناء على إن إحنا إيه، عملنا إكسبلين. طيب لما نقول لك يعني مجرد بس إن أنت يعني تخبط حجرين في بعض كده في غرفة فيها أكسجين بدرجة نقاء معينة، يبقى الدنيا هتولع. أو مجرد بس إن أنت يبقى في حاجة تعمل شرز كده هوت في مكان فيه مواد قابلة للاشتعال، الدنيا هتولع. إحنا كده بنحقق تالت هدف بقى. إحنا دلوقتي بعد الإكسبلين بدأنا نعمل بريدكت، بدأنا نبريدكت إن أنت رغم إن يعني عمود النور ده بعيد عنك، بس السلك العريان ده لو وصل في المية اللي تحتيه يبقى انت هتتكهرب لو لمست المية دي. كل ده بريدكت. عشان كده تالت هدف هتلاقينا بنقول فيه ايه، بنقول once we can describe and explain a particular behavior or event اللي هي تاني بقى الظواهر، we can use that knowledge، نقدر نستخدم المعرفة دي to predict when it will occur in the future، امتى هتحصل في المستقبل. يبقى انا البريدكشن بتاعي انه والله ما انا الهدف اللي قبله الاكسبلين حددت الشروط، الشروط اللي لما تتوفر هتحصل كهرباء. يبقى اذا انا بريدكت على طول بقول لك لا، ابعد عن الميه دي، لو هي واصله بالسلك ده العريان اللي هو لو واصل فيه كهرباء يبقى انت هتتكهرب. يبقى انا عشان عارف الشروط قدرت اعمل ايه، بريدكت. لحد كده واضحة الدنيا؟ تمام تمام. طيب بعد البريدكت العلم يحقق هدف أعظم. طبعا انتوا بتعملوا تحديدات معايا، هو الكنترول. نعم تمام. فبنقول الكنترول
central and often most essential goal for a scientist is control. ليه؟ الكنترول means بيعني that we can make a behavior occur and not occur. بيعني الكنترول ان احنا نقدر نخلي، طبعا البيهيفير ده معناه ايه يا شباب؟ حد يقدر يقول لي المقصود بكلمة behavior هنا؟ سلوك او الظاهرة، ما احنا قلنا بقى behavior or event الظاهرة. الفينومين. تمام؟ ما ظاهرة الكهرباء. انا اعمل كنترول امتى؟ لما اعمل دايرة كهربائية كاملة وفي الاخر مفتاح بدوس بتتوصل الدايرة، بدوس تاني بفصل الدايرة، يبقى اذا انا وصلت لمرحلة الكنترول، بقيت اخلي الظاهرة تحصل او ما تحصلش. يبقى هي دي كده يعني اعلى اهداف العلم اللي هو الكنترول، كون ان انت تقدر يعني تفهم طاقة البخار حاجة عظيمة جدا. يبقى انت بتعمل اكسبلين تبريدكت ان انت لما توفر طاقة بخارية بالشكل الفلاني هتكون الطاقة ديت مكافئة يعني لطاقة عضلية كبيرة جدا. ده كده بريدكت. تعمل كنترول لما تستخدم الطاقة البخارية دي في ان انت تمشي بيها القطر، هو القطر البخاري بتاع زمان ده، ده كان شكل من أشكال الكنترول، وكل التكنولوجيا اللي بيعرفها العلم شكل من أشكال الكنترول. في النهاية هنا هنعمل يعني هايلايت على الجدول ده، هنحدده، وهو الحقيقة ما بيقولش أي حاجة جديدة بره، هو بيلخص اللي فات. فالديسكرايب بنقول what is the behavior or event، إيه هي الظاهرة اللي بتحصل. الأرض بتتهز من تحتينا، ده الديسكرايب. Explain بنقول إيه هي الكوزس بتاعة البيهيفير والإيفنت، إيه أسباب الظاهرة. نقول بقى مثلا نظرية الألواح التكتونية، نقول هنا Explain. Predict can we anticipate، نقدر نتنبأ. طبعا هنا Predict أوقات كتير العلم يقف عند Predict وما يقدرش يعمل Control، زي إيه؟ زي نشرة النشرة الجوية لما يتنبأوا إن في إعصار، كل ده لما يعملوا بريدكت ده حاجه كويسه جدا، لكن ما يقدروش يعملوا كنترول. ما يقدروش الكنترول معناه ايه؟ مانيبيوليت الكونديشنز. حد يقدر يقول لي يعني ايه مانيبيوليت الكونديشنز؟ يبقى نتحكم في ال يعني ايه نتحكم في الشروط، اسمها شروط الظاهره. يعني ايه نتحكم في شروط الظاهره؟ يعني نوجد الظاهره او نعطلها. يعني مش هو الأسباب المعينة ديت هي اللي بتخلي الدائرة الكهربائية تكتمل، خلاص أنا هعطل الظاهرة دي، يبقى أنا كده بعمل manipulation أو بوجدها. زي ما قلنا كل الأشكال الكنترول اللي إحنا بنعملها إن إحنا نولد الكهرباء من طاقة الرياح، ده كنترول. لكن مش دايما العلم بيقدر يعمل كنترول، زي لما نتنبأ بإعصار بنقف عند الهدف ده البريدكت ويبقى كويس قوي وناخد احتياطاتنا، لكن ما نقدرش لو قدرنا نمنع العاصفة يبقى احنا كده وصلنا للكنترول. طبعا مش سهل، ومش دايما العلم بيقدر يوصل للهدف ده. تمام يا شباب، احنا كده بقى الموضوع اللي بعده اللي هو كان characteristics of scientific knowledge، طبعا اتكلمنا فيه كتير جدا واتشرح. هننقل دلوقتي على آخر موضوع في الكتاب اللي هو صفحة 219، والموضوع ده يعني ميزته إن هو ما فيهوش تحديدات كتيرة، لكن هو فيه بس تركة كده رقم فهمناها يبقى خلاص انتهى الأمر. يعني الأرجيومنت، يعني إيه أرجيومنت؟ حد يقدر يقول لنا؟ نزاع؟ لا، خدي بالك بقى، لا هو نزاع، لا، نعم، الجدال أو النقاش. تمام، هو على خلاف النزاع والجدال والخصام وكل الأشكال ديت، هو حجة أو محاجة. يعني إيه حجة بقى؟ أصل هو لو جدال يبقى أنا أهلاوي وأنت زملكاوي، كل واحد بيقعد يعني إيه يدافع عن وجهة نظره وخلاص، ده جدال، والجدال ده مش يعني غالبا مش هنوصل منه لحاجة، كل واحد معتقد برأيه. لكن الارجيومنت ديت معناها حجة،
معناه شكل من أشكال الإقناع العقلي القائم على المنطق. لذلك خدوا بالكم بقى، كل طول ما احنا بنتكلم في تشابتر 5 احنا بنتكلم من خلال علم اسمه علم المنطق، تمام كده؟ فلذلك هتلاقي برضو ايه يعني متميز بكلمات معينة كده تخص العلم ده يعني. فقلنا بقى الارجمنت هي الحجة والاقناع العقلي، تمام. هنا عاوزين نترجم الاربع كلمات دول من غير ما نعمل اي هايلايت لان هيعدوا علينا كتير بعد كده. فالارجمنت قلنا الحجة والاقناع العقلي، الكونكلوجن ايه هي؟ الخاتمة. تمام، خاتمة او النتيجة او الخلاصة. يعني ايه هو ده الرأي اللي انا بحاول اقنعك بيه عن طريق الارجمنت بتاعتي. يعني انا عاوز اقنعك ان عمل المرأة ضر بالمجتمع، مقتنع بالكلام دوت؟ اردي لا لا اعترضي. طيب، طب انا عاوز اقنعك بشكل عقلي، يعني احنا مش عاوزين نرفع سلاح ولا عاوزين نحط بطوة في جنبك، عاوزين نقنعك بشكل عام. يبقى لازم نديلك ايه؟ بريمسز. البريمسز ديت بنقول عنها مقدمات منطقية او assumptions. طبعا assumptions افتراضات كلنا عارفينها، لكن الكلمة اللي هتعدي علينا كتير هي بريمسز، معناها مقدمات منطقية. لما اكون عاوز اقنعك بconclusion يبقى لازم ابدأ اديلك بريمسز، مقدمات منطقية. من غير البريمسز يبقى ده اجبار، يبقى ده اكراه، ما يبقاش ارجيومنت وما يبقاش اقناع عقلي. طيب هنعرف بقى يعني نحدد الاول 3 تحديدات بساط خالص. بيقولوا لنا ايه هي البريمسز؟ فاول تحديد هو السطرين دول، بيقول لك ايه البريمسز اوف ان ارجيومنت ار اوفرد از ريزونز فور اكسبتنج ذا كونكلوجن. البريمسز اللي هي المقدمات المنطقيه هي أسباب قبول الكونكلوجن. ما أنا الكونكلوجن دوت بديلك الرأي النهائي بتاعي اللي أنا توصلت إليه خلاص، لكن عشان أخليك أنت كمان توصل بشكل عقلي لازم أديلك إيه البريمسز اللي هي قلنا معناها إيه، أسباب الإقناع بالكونكلوجن. تمام كده، فهمنا كده معنى إيه البريمسز. لو فهمنا البريمسز هتلاقي التحديدين اللي جايين ما بيقولوش اي حاجه جديده. يعني أسباب الإقناع؟ اسباب الاقناع بايه؟ بالكونكلوجن. تمام. تمام. طيب ننقل بعد كده على صفحه 223. 223 هنحدد فيها اول سطر ده ما بتقولش حاجة جديدة، ما بتقول نفس المعنى. The premises are the reasons that support a conclusion. لحد هنا هو السطر ده بس. تاني بقى، ال premises هي الأسباب بتدعم ال conclusion. فحلوة العبارة ديت. ال premises هي الأسباب اللي بتسند ال conclusion. عاوز أوصل لك conclusion يعني إن التعليم ملوش لازمة، يعني هتضيع وقتك في التعليم. conclusion بغض النظر عن إن هو يعني conclusion سيء، conclusion جيد، conclusion بناء، conclusion هدام، لازم عشان أقنعك يبقى أديلك premises اللي هي عبارة عن إيه بقى؟ الـ reasons، الأسباب اللي هتخليك تقبل الرأي بتاعي. طيب التحديد الثالث البسيط صفحة 225 هتلاقينا بنحدد مع بعض السطرين دولت. Both the premises and conclusion are important، مهمين، and both are essential components of any argument. يعني الـ premises اللي هي المقدمات المنطقية والـ conclusion اللي هي النتيجة مهمين وما بتخلوش منهم. يعني معنى كلمة essential components ديت يعني معناها ايه؟ لا غنى عنها في اي argument، والحقيقة هو من غيرهم مش هيبقى فيه argument. لازم، ما هو قلنا الارجمنت عبارة عن ايه؟ اقناع عقلي. لازم، ما هو عشان يكون فيه اقناع عقلي يبقى انا هقنعك برأيي في conclusion، يبقى اذا ما ينفعش يبقى فيه اقناع عقلي من غير conclusion. ده هي دي الهدف.
طيب هنوصل للكونكلوجن ازاي؟ عن طريق البريمسز. اذا مفيش، خدوا بالكم بقى عشان العبارات الصح والخطأ، مفيش ارجيومنت من غير ايه؟ حد يرد عليا. premises هو conclusion. الله ينور عليك، مفيش ارجيومنت من غير، ده معنى كلمة essential components. طيب هنشوف مثال للارجيومنت بعد شوية، بس عاوزين دلوقتي نشوف معيارين بنحكم بيهم على الارجيومنت. يعني مش شفت كده ما قلت لك عمل المرأة ضرر بالمجتمع، ما عجبتكيش الارجيومنت دي. طب هل هي ما عجبتكيش بناء على ايه؟ عاوزين بقى نعرف المعايير اللي احنا ممكن من خلالها نحكم على الارجيومنت، نقول الارجيومنت ديت يعني فاسده، مضلله، سليمه. لان اي حد طول ما احنا عايشين هيقدم لنا ارجيومنت، فمش بس يعني في المحاضره ديت او الدكتور، لا طول ما انت في حياتك. فعاوزين نعرف معيارين اساسيين نقيم بيهم الارجيومنت. اول معيار بنقول عنه الفاليديتي، والفاليديتي معناها الصلاحيه. يعني حتى ما تشتري عبوه اي منتج كده هو يقول لك فاليد لحد 30/6 مش عارف 20 كذا. فهنا الفاليديتي هي الصلاحيه. طبعا الصلاحيه بتاعت مين؟ بتاعت الارجيومنت. فاحنا عاوزين نعرف الارجيومنت بتاعتك valid ولا invalid. فبنعمل تحديد على السطرين وربع دولت، ونقول بقى ال validity is the most important concept in critical thinking. يعني أهم مفهوم في التفكير الناقد. طيب a valid argument is one where the conclusion follows logically from the premises. ال valid argument ايه هي؟ هي ال argument اللي ال conclusion فيها، اللي هو الهدف بتاعي، الرأي اللي انا عاوز اقنعك بيه، بينتج follows logically بشكل منطقي من ال premises. يعني باختصار كده ال valid argument هي اللي لما تقف تتأمل فيها كده تقول ايه؟ تقول والله ال premises دي تؤدي الى هذه ال conclusion، يبقى دي كده valid argument. طيب تعالى نشوف مثال للكلام دوت. لما نرجع لصفحة 222، وده مجرد مثال مش هنحدده، يعني ما هوش من ضمن التحديدات، لكن احنا عاوزين نفهم منه ال validity. قال لك سنغافورة، اللي هي سنغافورة is an island، جزيرة. وall islands are surrounded by water، وكل الجزر محاطة بالماء. إذن سنغافورة is surrounded by water. الفاليديتي هنا معناها إيه؟ معناها إن المقدمات دي تؤدي للنتيجة دي ولا لأ؟ إيه رأيكم؟ لو بصينا الأول عبارتين يؤدوا للنتيجة دي ولا لأ؟ يا دكتور مظبوط، كلام سليم. اذا الارجيومنت دي فاليد. طيب خلينا نشيل كلمه سنغافوره ونحط كلمه ليبيا، نقول ليبيا از ان ايلاند وall islands are surrounded by water. اذا ليبيا از surrounded by water. الارجيومنت دي فاليد ولا invalid؟ invalid. طيب حد يختلف مع أحمد؟ لا هي valid، بس هي مش متحوطة بمية. نعم، هي يعني ليبيا مش حواليها water، ما هياش جزيرة، صح كده؟ صح تمام. لكن يعني إيه الفاليديتي؟ صحيح، اللي هو معناها إن المقدمات دي تؤدي إلى النتيجة دي. طب لو أنا سواء دلوقتي، صح أو غلط يعني؟ بغض النظر عن إنه صح أو غلط، هي دي الفاليديتي. خد بالك من حاجة، أنا دلوقتي لو واحد يعني، بس قصدي كان مش يبقى مفيش حجة ولا دليل ولا منطق، يعني اللي هي مش هيقتنع الشخص اللي قدامي يعني، كالأرجيومنت. لا والله هيقتنع، لو أنا معرفش ليبيا دي فين على الخريطة،
هقتنع لما انت تيجي تقول لي ليبيا is an island، وبعدين تقول لي all islands are surrounded by water، وبعدين تقول لي ليبيا is surrounded by water، وانا هقول له والله الراجل ده كلامه زي الفل. فعلا المقدمات دي تؤدي الى النتيجة دي. تمام. فاذا الفاليديتي هنا موجوده. انا هنا عاوز الفت نظركم لحاجه، انا بحاول اصدمك بالمثال ده ليه عشان تعرف ايه هي الفاليديتي. فلما نيجي نقول الفاليديتي هنا a valid argument is one where the conclusion follows logically from the premises. انت بقى عاوز تقول ان البريمسز غلط صح كده؟ في الفاليديتي ماليش علاقه، في الفاليديتي ليش علاقة بصحة المقدمات. طب امتى بقى؟ لا اجي في المعيار اللي بعده، ما احنا عندنا معيارين. المعيار اللي بعده اللي هو الساوندنس. الساوندنس بيقول ايه؟ an argument is sound لو اول حاجة لازم تكون valid، تاني حاجة it has true premises. خدتوا بالكو ان احنا هنا الساوندنس بنشترط لي اول حاجة ان انت تعدي على معيار الفاليديتي، ان المقدمات ديت تؤدي الى هذه النتيجة بشكل منطقي، بشكل منطقي سلس كده. فعلا لما تبص وانت ما تعرفش اي حاجة عن الموضوع هتبص للمقدمات وتبص للنتيجة تقول له والله لا المقدمات دي توديني للنتيجة دي، يبقى انت كده فاليديتي صح. الساوندنس بقى تزود على الفاليديتي كمان ان انت ايه عندك has true premises. عشان كده لما نرجع تاني هنا، طبعا انتوا عملتوا تحديد على التعريف بتاع الساوندنس ده يا شباب لغايه البريمسز يعني هم بس سطر ونص ده. فلما الساوندنس دي لازم يشترط صح، الفاليديتي مش لازم يكون في صح. ما هو احنا انا رجعنا تاني للمثال اهو. الفاليديتي معناها ان المقدمات دي تؤدي بشكل منطقي، عارف يعني ايه بشكل منطقي؟ يعني على الورق الى هذه النتيجه. تمام. طيب الساوندنس تخلينا ارجع للواقع بقى، تقول لي هل البريمسز بتاعتك ترو؟ يعني ايه ترو؟ يعني مطابقه للواقع ولا لا؟ فلما تيجي المثال بتاع سنغافور هتقول لي ده فعلا valid وفعلا sound. المثال بتاع ليبيا هتقول لي ده valid لان على مستوى المستوى النظري كده هوت من غير ما نرجع للواقع. لو قلت لي ان ليبيا جزيره وكل الجزر محاطه بالماء، اذا ليبيا محاطه بالماء. لكن على مستوى الواقع دي بقى الساوندنس، هنلاقي ان ليبيا مش جزيره، لذلك الحجه بتاعه ليبيا ديت هنقول عنها ايه؟ valid ولكنها unsound. وصلت دي يا شباب؟ تمام يا دكتور. تمام. طيب في تعريف اخر للفاليديتي بعد ما فهمنا الفاليديتي هنقدر يعني ايه التعريف ده نعمل عليه تحديد، لكن قبل ما نفهمه يعني كان هيبقى مساله مستحيل. بنقول ان ده الفورمال ديفينيشن، عاده بنحاول ما نجيبوش في الامتحان. يعني الفورمال ديفينيشن ده بيقول ايه؟ طبعا الاسهل اللي هو ده اللي هو a valid argument is one where the conclusion follows logically من البريمس. طب بالنسبه للتعريف ده، an argument is valid if، شيل بقى الكلمه دي and only if، دي شيلها عشان هتضايقك، فعشان تقرا الجمله بشكل سلس. an argument is valid if there is no logically possible situation in which the premises are true and conclusion is false. يعني ايه الكلام ده؟ باختصار شديد جدا، logically possible situation يعني عاوز يقول لك ان لا يتصور العقل في الفاليد ارجيومنت ان الواحد يسلم بصحه البريمسز دون ان يسلم بصحه الكونكلوجن. لو انت حابب تكتبها بالعربي كده اكتبها بالعربي جنبها عشان يبقى عندك. ممكن تاني يا دكتور بس؟ لا يتصور العقل، دي معنى كلمه logically possible situation، لا يتصور العقل صحة، لا يتصور العقل التسليم بصحة المقدمات اللي هي البريميسس بتكون ترو دون التسليم بصحة النتيجة.
وهنرجع للمثال تاني عشان نشوفها برضو. فقلنا الفاليديتي معناها لا يتصور العقل صحة المقدمات، التسليم بصحة المقدمات دون أن يسلم بصحة النتيجة. تعال هنا كده تاني، هل تقدر تسلم؟ خلاص الكونكلوجن مش عاوزينها، واحنا ما نعرفش حاجة عن سيمافور، بس انت مصدقني، فبتسلم معايا بالعبارات دي. بتقول لي انا قلت لك سنغافورة از ان ايلاند، قلت لي انا معاك 100%. قلت لك all islands are surrounded by water، قلت لي امين، انا متفق مع كل كلمة هتقولها، مش يعني واخد كلامك ثقة. هل تقدر، ده بقى المقصود there is no logically possible situation، هل تقدر تقبل ان عقلك يسلم بالجملتين دول وبعدين ما يسلمش بالنتيجة دي؟ فكر فيها كده. لا ما تقدرش، طالما سلمت بصحة المقدمات يبقى لازم تسلم بصحة النتيجة اللي انا وصلتك ليها، وهو ده الفاليديتي. فعلى مستوى الفاليديتي الارجمنت بتاعتك فاليد. واحد بقى يجي نخرب يقول لي بس سنغافورة ما هياش ايلاند، يبقى كده بقى انت رجعت للساوندنس. الساوندنس معناها ايه؟ ترو بريمسز، البريمسز بتاعتك مطابقه للواقع. فده كده ايه، تمييز ما بين الفاليديتي والساوندنس. وخدوا بالكم من حاجه تانية، التعريف بتاع الساوندنس الترتيب ده بتاعه كده، ان هو بيقول لك لازم تكون valid، تاني حاجه لازم تكون premises، بيقرر ترتيب منطقي. يعني ايه؟ يعني هو عاوز يقول لك ان انا مش هبص على صحه البريمسز الا اذا اطمنت ان الارجيومنت valid. واضحه دي؟ يعني هو ان الترتيب يفرق؟ الترتيب يفرق، تصدق؟ يعني لو جت صح وغلط وعكس يبقى غلط الجملة؟ أقول لك أنا بقى تيجي إزاي. لو أنا جيت وقلت لك all valid arguments are sound true or false من غير ما تفكر، لان ممكن تكون valid بس ما تكونش عندها true premises زي ما شفنا مع ليبيا. صح. طيب عشان ما هو ده بقى معنى الترتيب اللي انا بقوله لك. طب لو عكستها وقلت لك all true all sound arguments are valid true or false؟ true. ده لازم تكون true بناء على الترتيب اللي انت شايفه ده. عشان كده هو عاوز يقول لك ايه، عاوز يقول لك المعيار بتاع الساوندنس ده عامل زي المصفى، ما بوصلوش غير لما اعدي على الفاليديتي. فهمتني؟ تمام. طبعا الكلام اللي احنا بنقوله ده يعني له اسس في المنطق بعيده الماده بقى يعني، بس احنا طبعا ايه مش عاوزين نكبر المواضيع، لكن يعني بالنسبه للمنهج بتاعنا المعلومات اللي عندكم كده كافيه ان شاء الله ان انتوا تتعاملوا مع اي حاجه تجيلكم. طيب الناس فاكرة لما درسنا في اللوجيكال ثينكينج كان له نوعين، حد فاكرهم؟ طب يا شباب لازم نذاكر عشان خلاص يعني احنا اسبوع شرب. تمام. الاندكتيف والدكتيف. ايوه الله ينور عليك. طيب تعالوا تاني نبص عليهم. تمام، كان صفحة 33. قلنا اللوجيكال ثينكينج كان له نوعين، واحد اسمه اندكتيف والتاني اسمه ديدكتيف. ولما ترجمناهم قلنا الاندكتيف ده معناه استقراء، والديدكتيف ده معناه استنباط. ولما جينا نعرفهم بقى التعريف بقى ده أهم حاجة، لأن ده اللي بيجي لك في الامتحان.
انت مش بتترجم، انت بنختبر فهمك للتعريف. قلنا ايه الديدكشن معناه ايه بقى؟ طب حد يقراه لنا كده، هند او مروه؟ ايوه دكتور، اتفضلي. Deduction means using a general rule by applying it to a particular case. حلو قوي. الديدكشن ده اللي هو الاستنباط، معناه ان انت في ايدك قاعده عامه بتطبقها على حالات خاصه، تمام. طب الاندكشن بقى اللي هو العكس، قلنا ايه؟ moves بيتحرك من ال number of particulars، من عدد من الحالات الجزئيه، عشان يوصل لايه؟ لجنراليزيشن، تعميم. فمهم قوي ان انتوا تكونوا فاهمين ده. deduction في ايدي قاعده عامه بطبقها على حالات خاصه، زي القاضي اللي في ايده قانون عام، والقانون دايما عام، مفيش قانون بيطبق على فاطمه ولا عائشه ولا سماح، لكن القانون يعني حتى مش عارف كانوا بيقولوا القانون ما فيهوش زينب حاجه كده. فالقانون ده قاعده عامه، القاضي بيطبقه على حاله خاصه، يبقى هو كده بيعمل اللي بيعمله ده اسمه ايه؟ اندكشن ولا ديدكشن؟ ديدكشن. ديدكشن، الله ينور عليكم. الاندكشن بقى هو اللي بيقابلنا في العلم، كل الابحاث العلميه بتبقى عباره عن اندكشن. العالم بياخد حالات جزئيه ويقعد يطبق على ايه؟ عليها، عشان يوصل لقانون عام. يعني كل البحث العلمي لما احنا نيجي نعمل مثلا عقار استرازينيكا، نجربه على 100 واحد، نجربه على 1000 واحد، دولت عباره عن ايه؟ اسمهم حالات جزئيه، عشان نطلع من كده بقانون عام. القانون العام دوت نقول ان عقار استرازينيكا امن وفعال، مش احنا نتيجه التعميم بنطلع بكده؟ هو كل شغل العلماء بيبقى شكل من اشكال الاندكشن اللي هو الاستقراء. طيب احنا ليه بقى جينا نتكلم عن اللوجيكال ثينكينج؟ ما انا قلت لك ان الفصل الخامس دوت احنا بنتكلم في اللوجيك، احنا كده كده بنتكلم في علم المنطق. طيب هنتناقش في ايه بقى في الاندكشن والديدكشن؟ عشان احنا هنيجي نعرف الفرق ما بين الاندكتيف ارجيومنت والديدكتيف ارجيومنت. الكتاب في صفحة 230 هتلاقينا عاملين بوكس كده اهو. الفرق دوت ما كناش نقدر نشرحه لك قبل ما تعرف ان في حاجة اسمها premises، وان في حاجة اسمها conclusion، وايه الفرق ما بين البريمسز وايه الفرق ما بين الكونكلوجن، وايه العلاقه ما بين البريمسز والكونكلوجن. هنا احنا عاوزين نقول لك الفرق ما بين الديدكتيف والاندكتيف من خلال العلاقه اللي بتربط ما بين البريمسز والكونكلوجن. هتلاقي ان السطرين بيكرروا نفسهم. تعال نقرا اول سطرين. الديدكتيف ارجيومنتس ار ارجيومنتس، هي الارجيومنتس in which the conclusion اللي هي النتيجة is presented as following from the premises with necessity، اللي هي النتيجة بتنتج following from من المقدمات المنطقية with necessity يعني بالضرورة. طب يعني ايه بالضرورة؟ هو هنا عاوز يقول لي ان درجة ثقتي في لزوم الكونكلوجن عن البريمسز بنسبة 100%. ده معنى كلمة with necessity. ومثال قوي جدا للديدكتيف اللي احنا قلناه في صفحة 222، ده ديدكتيف ولا اندكتيف؟ اولا كده ده ديدكتيف. ليه؟ لان احنا البريمسز بتاعتنا فيها مقدمه قانون عام. هو انا لما اقول لك all islands are surrounded by water، ده قانون عام ولا يمثل ايه؟ ولا حاله جزئيه؟ قانون عام. قانون عام. فاذا طالما انا المقدمات بتاعتي فيها قانون عام، يبقى انا اللي انا بعمله دلوقتي اسمه ديدكشن او ديدكتيف ارجيومنت. طيب هنا درجة ثقتي في لزوم الكونكلوجن دي
يعني ايه لزوم؟ يعني ان هي تنتج بشكل منطقي من المقدمات دي. درجة الثقة هنا 100% ولا 70% ولا 99%؟ لا مية 100%. يعني ما ينفعش أقبل المقدمات دي وأوصل للنتيجة دي وأقول لا، يعني بنسبة 99% كلامك صح، لأن ده ديدكتيف. طالما أنت حاطط لي قاعدة عامة في البريميسز يبقى ده ديدكتيف أرجيومنت، والديدكتيف أرجيومنت خدها قاعدة كده، العلاقة ما بين المقدمات وما بين النتيجة بتكون 100% ثقة، اللي هي معناها الكلمة اللي احنا قلناها with necessity. طيب بالنسبة للإندكتيف، عاوزين نعرف العلاقة ما بين البريميسز المقدمات والكونكلوجن، هتلاقينا بنعيد نفس العبارتين بس بدل كلمة with necessity نغيرها، تلاقيهم بيقولوا نفس الكلمتين اللي فوق. Inductive arguments are arguments in which the conclusion is presented as following from the premises with، بدل with necessity قال لي ايه؟ High degree of probability، درجة احتمال عالية. طيب حد يقدر يقول لي ليه السبب؟ يعني مثلا ممكن لما استخدم اتفضلي. استخدمتها مش عامة. لا ده هو انا بستخدم حالات جزئية عشان اوصل لقاعدة عامة. يعني انا لما اجي اعمل اجرب عقار الاسترازينيكا دوت على 1000 واحد و990 منهم يطلعوا يعني ايه العقار امن وفعال، اطلع انا من الحالات الجزئية دي واقول إن عقار أسترازينيكا آمن وفعال، هل درجة الثقة في الكونكلوجن هنا 100% ولا 90% ولا أقل؟ يعني رينجو 90%. بالظبط، هتكون دايما أقل من 100%. طيب ناخد يعني نعدل المثال شوية. لو إحنا قلنا إن إحنا عملنا الأبحاث بتاعتنا على 1000 واحد والألف كان العقار آمن وفعال، الألف كلهم استجابوا، إذن عقار أسترازينيكا آمن وفعال، الكونكلوجن اللي هنا درجة الثقة فيها 100% ولا أقل؟ كده 100. حد يختلف معاها؟ بقى تبقى 100. لا والله عمرها ما هتبقى 100% لأن ده inductive argument، فالinductive argument بيطلع من حالات جزئية، عمره أبدا ما تكون درجة الثقة في الconclusion 100%. انتوا بتقولوا 100% عشان من 1000 واحد النتيجة كانت إيجابية، صح كده؟ ايوه دكتور. طيب أنا إيش ضمني إن أنا بعد الألف اللي أنا جربتهم عليهم دولت يقابلني واحد بكرة ياخده يجي له جلطة، يقابلني واحد بكرة ياخده يقع، يقابلني واحد بكرة ياخده يحصل له complications؟ مش كل ده وارد منطقيا يحصل ولا ما يحصلش؟ يحصل، مفيش حاجة تمنع، أصل الألف واحد دولت مهما كانوا هم برضو حالات جزئية. طب كانوا 10,000، ممكن بعد لما أطبق بعد كده على 100 مليون واحد يكون في حالات ما تخالف القاعدة العامة بتاعتي، تخالف الكونكلوجن، العقار صحي وفعال. ممكن لما نطبقه اللي ننزله في بلد زي مصر ونطبقه على 100 مليون واحد نلاقي حالات تخالف. طبعا ده علميا وعمليا ما يخليناش نلغي العقار، لكن دايما الاندكتيف ارجيومنت نسبة الاحتمال فيها بتكون نسبة احتمال، نسبة احتمال عالية تقل على حسب، لكن ما تكونش نسبة يقين. وصلت كده يا شباب؟ ما نقدرش في الاندكتيف نقول الكلمة دي أبدا. بص with necessity دي تقولها في الديدكتيف، في إيدك قاعدة عامة بتطبقها على حالات جزئية، يبقى أنت كده معاك necessity، معاك 100% يقين. يعني في إيدك قاعدة عامة إن كل البشر عندهم دي إن إيه،
ان كل البشر عندهم كرات دم بيضاء، طبقها على حسام، على أسامة، على مريم، هتلاقي القاعدة بتطبق 100% وثقة في النتيجة. لكن لما نعمل العكس في الاندكتيف ارجيومنت ونطبق على 1000 حالة عشان نطلع بقانون عام، دايما هيكون في نسبة احتمال. هو ده بقى معنى كلمة with necessity في الديدكتيف، وده معنى كلمة with high degree of probability في الاندكتيف. فلو فهمتها يبقى انت كده خلاص، ايه يعني، براءة من الجزء دوت، هتقدر تحله من غير مشاكل. عشان كده بقى بعد البوردر دوت، دكتور لو سمحت عندي سؤال. اتفضل. هو ان شاء الله الامتحان هيبقى ام سي كيو ولا في كتابة؟ لا مفيش اسم، كله ام سي كيو. تمام يعني مفيش كومبليت؟ لا تشوز برضو. يعني كله كله هتلاقي الاختيارات قصادك. هتلاقي الاختيارات قصادك، مش هتجيب حاجه من دماغك. تمام تمام يا دكتور، شكرا. طيب تعالى الاول في ضوء بقى اللي احنا قلناه في الديدكتيف دوت، نروح لصفحه 235. احتياجاتنا النهارده قليله يا شباب، بس المهم ان انت تكون فاهم. deductive argument هناخد جملة واحدة بس في آخر الصفحة. It is logically impossible that the premises be true while the conclusion is false. طبعا العبارة دي مش كاملة، العبارة دي بتفترض ان انت حاطط في ذهنك العنوان deductive argument. يبقى اذا قبل العبارة دي لو سمحت هنا كده تكتب لي in inductive argument، ان ديدكتيف، معلش يعني احنا بنتكلم على الديدكتيف ده. تمام، فيبقى اذا رحنا فيه، وانت بتحدد العباره دي قبلها في الحته الفاضيه دي تقوم كاتب ايه، ان ديدكتيف ارجمنت، اللي هو فيه الحجه الاستنباطيه في الديدكتيف، بيكون من المستحيل منطقيا ان البريميسز تكون ترو والكونكلوجن از فولس. وده اللي احنا لسه قايلينه معنى كلمه ان with necessity، يعني طالما سلمت بصحه المقدمات يبقى انا بسلم بصحه النتيجه. فده تحديد بسيط وساعات بيجي كتير صح وغلط. طيب هنا بقى الصفحه اللي قبلها 234 هنحدد أول سطرين دول في الـ strong inductive argument. طبعا خد بالك احنا هنا نقلنا على الـ inductive اللي هو فيه ايه، درجة احتمال، اللي هو عبارة عن ايه، بناخد حالات جزئية عشان نعمل تعميم. فالـ inductive argument دوت فيه نوعين، فيه strong وفيه weak. الـ strong دوت قالك ايه، an argument in which الـ premises المقدمات give strong evidence for the conclusion. وطبعا حدد السطرين دول. فالسترونج ارجمنت، سترونج اندكتيف ارجمنت، زي ما نقول ان احنا عملنا الابحاث بتاعتنا على 1000 واحد 999 او 990 او 950 حتى، منهم كانت النتيجه ايجابيه. يبقى اذا البريمسز هنا بتدي ايه؟ بتدي سترونج ايفيدنس للكونكلوجن. وهو ده السترونج اندكتيف ارجمنت. طب الويك العكس تماما، an argument in which the premises don't give strong evidence for the conclusion. هنا the premises ما بتديش دليل قوي على the conclusion. فالstrong the premises تدي دليل قوي على the conclusion، الweak the premises تدي دليل ضعيف على the conclusion، أو ما تديش دليل قوي على الكونكلوجن. طيب بعد النوعين دول هتلاقيه بيكلمني عن الجود اندكتيف ارجيومنت. الحقيقة هو مش نوع تالت، هو الاسترونج برضه. لكن بيقول إيه بقى؟
strong inductive argument with true premises. يعني عاوز يقول لي ان بعد ما انا بصيت للارجمنت ولقيتها strong، يعني الناس بيقولوا لي احنا عملنا ابحاث على 1000 حالة 990 منهم كانت ايجابية، فانا كمان اتأكدت من ان هي true premises. اتأكدت ان انا طبعا في البحث العلمي مثلا عملت repetition للبحث دوت، يعني عملت بأي شكل من أشكال بقى التشيكينج كده هوت، فلما أتأكد إن كمان البريمسز بتاعتهم ترو يبقى ده مش بس سترونج، ساعتها بنقول عليه جود اندكتيف أرجمنت. فإذا إحنا عندنا نوعين من الاندكتيف أرجمنت، نوع اسمه سترونج ونوع اسمه ويك. والنوع السترونج لو اتأكدنا من صحة البريمسز وإن هي سليمة ما فيهاش مشاكل، بنقول ساعتها على الجود، على السترونج ده بنقول عنه جود اندكتيف ارجمنت. يعني يا دكتور في السترونج ده ممكن تبقى البريمسز مش صح؟ اصل خدي بالك من حاجه، معنى كلمه سترونج دي ايه؟ يعني واحد بيقول لي ان درجه الاحتمال صحه النتيجه بتاعتنا عاليه جدا، اقول له والله الكلام بتاعك ده سترونج اندكتيف ارجمنت، لكن انا لسه ما روحتش شفت ايه، شفت الكلام بتاعه صح ولا لا. فلما الاقي الكلام بتاعه اتاكد واتحقق كمان من صحه الكلام بتاعه، ساعتها بقول ايه، بقول ان ده مش بس سترونج، السترونج بتنصب على درجه قوه الاحتمال، لا ده انا عاوز اقول كمان ان انا اتاكدت من الكلام اللي هو بيقوله ده، فهمتني؟ فبنقول عنه ده مش بس سترونج، ده جود. ولذلك انا دايما بتمسك اقول ان هما نوعين مش ثلاث انواع، سترونج وويك. طب السترونج دوت انا اتاكدت من صحه الكلام ده، ده ما بقاش سترونج بس، ده بقى جود. طيب اخر حاجه بقى في التحديدات بتاعتنا، صفحة 244 بنقول عنها 7 rules for assessing arguments، عبارة عن 7 عبارات بتيجي في صيغة صح وغلط، تبقى أمور سهلة قوي ما فيهاش يعني يعني حتى العبارات سهلة جدا. يعني أول قاعدة أنا بقول عنها إن هي يعني مجموعة من المبادئ، يعني إن هو مفروض يتبعها الشخص اللي بيقدم argument. فأول قاعدة identify the main conclusion، يعني حدد النتيجة الأساسية اللي انت عاوز توصل لها. يعني وأنا ببدأ الargument معاك بحدد النتيجة الأساسية اللي انا عاوز اوصل لها، عاوز اوصل لك النتيجة الأساسية ان حل كل مشاكل المجتمع تبدأ بان احنا نبدأ بالتعليم، دي النتيجة الأساسية اللي انا عاوز اوصلها. يبقى إذن أول خطوة تأيدنتفاي المين كونكلوجن. طيب تاني خطوة هتأيدنتفاي إيه بقى؟ البريمسز، ما هو مفيش غيرهم، حدد البريمسز بتاعتك، يعني أحدد الأسباب المنطقية اللي هتقنعك بإن التعليم هو مفتاح حل مشاكل المجتمع. يبقى أول خطوة أيدنتفاي البريمسز الكونكلوجن، تاني خطوة أيدنتفاي البريمسز. طيب تالت خطوة identify the structure بتاعت الأرجمنت. الستراكشر دي فيها كلام كتير، لكن احنا يعني انت بس تعرفه كعنوان كده. يعني ايه الستراكشر؟ يعني شكل العلاقة ما بين البريمسز والكونكلوجن، يعني انا بقدم لك اسباب عشان اوصلك لنتيجة، بس باختصار شديد جدا يعني. طيب رقم 4 check the acceptability of the premises، يعني شوف مدى معقولية الكلام ده، يعني قد ايه الكلام دوت قد يكون معقول او لا معقول، الاكسبتابيليتي بتاعه البريمسز اللي انا بقدمها لك الاسباب. طيب تشيك الريليفانس بتاعه البريمس، الريليفانس معناها ايه؟ حد يقدر يقول لنا؟ ان هي تكون ذات صله، ذات علاقه، يعني البريمسز دي ليها علاقه بالكونكلوجن. يعني انا عاوز اقنعك ان كليه الطب اعظم كليه في الجامعه، ليه؟ عشان منها رئيس الجامعة. هل البريمسز هنا ليها ريليفانس بالكونكلوجن؟
الحقيقة ملهاش. يعني ممكن يكون عميد طب هو اللي بعد كده بقى رئيس الجامعة، لكن الموضوع يعني خاص بقدراته هو، مش ملوش علاقة بمدى وضع الكلية نفسها أو مدى تميز الخريج. طيب رقم 6، check adequacy of the premise. شوف بقى الأديكواسي ديت معناها إيه؟ معناها كفاية البريمسز. هل البريمسز اللي أنا مقدمها لك دي كافية عشان توصل معايا للكونكلوجن؟ يعني هل البريمسز اللي أنا قدمتها لك ديت إن عمل المرأة خطر، فقعدت أقول لك أصل هي الستات ما بيعرفش يسوقوا فبيعملوا حوادث فبيعطلوا المرور، على فرض إن الكلام ده صح، هل البريمسز دي كفاية عشان نوصل للكونكلوجن دي؟ هنا ده اللي مقصود بيه تشيك الأديكوسي. شوف كفاية الأدلة، كفاية الأسباب، كفاية المقدمات المنطقية. طيب آخر قاعدة بقى إن أنت تشوف الرأي الآخر، عشان كده قال لك نمبر 7، look for counter arguments. يعني أنا بقنعك إن الزمالك نادي القرن، يبقى أنت تشوف الكاونتر أرجيومنتس هنا في الخطوة السابعة، إن أنت تشوف طب مين الناس اللي بتقول الأهلي نادي القرن مثلا، فتشوف الآراء إيه المخالفة. لحد كده الأول بس موضوع السيفن رولز ده واضح يا شباب؟ دكتور هو في المثال بتاع الريليفانس اللي حضرتك قلته ده، ده يعتبر فيه ريليفانس ولا لا؟ لما اجي انا مثلا، يعني انا دلوقتي طالب فريش اهو لسه داخل الجامعه ودخلت مثلا كليه الطب، فطالب خريج بيقنعني بان كليه الطب هي افضل كليه في الجامعه علشان رئيس الجامعه كان عميد سابق للكليه، هل انت شايفه ان البريميسز ديت ريليفانت للكونكلوجن بان كليه الطب في الجامعه هي الافضل؟ انا شايف ان ملهاش علاقه. يعني هو ممكن تكون كفاءاته الاداريه، ما هو اصلا يعني منصب رئيس الجامعه ده بيستند الى الشخص مش بيستند للكليه، ممكن تلاقيه جاي من تكنولوجيا المعلومات، ممكن تلاقيه جاي من تخصص تاني خالص عادي يعني. فمش معنى ان رئيس الجامعه من الكليه دي ان هي الافضل مثلا يعني، فهنا مفيش ريليفانس، صح كده؟ والاديكواسي قلنا تبقى البريميسز مش كفايه، مش كفايه ان هي توصلني للكونكلوجن دي. رغم يا شباب ان السبع قواعد دول يعني سهلين قوي وصعب يجي لك سؤال فيهم، بس ساعات كتير بيجي فيهم اسئله، يعني بيجي سؤال واحد يعني هما بيجي كده هو وبيجي بشكل صح وغلط، فبس يعني ايه وانت بتراجع اقراهم تاني، مش هتحتاج تحفظ اي حاجه بصراحه، بس اقراهم وانت بتراجع. طيب يعني هنتشك ده هوت بسرعه على حاجات سريعه. صفحة 88 الأوبجكتيفيتي، السطر ونص ده احنا عاملين عليه هايلايت ولا لأ؟ ده انتوا ناسيين. طب الكتاب مش في ايديكوا طيب ولا ايه؟ طيب هو عموما المفروض بس انا مش لاقيه السطر ونص. لا موجودين يا فرح. فلما قلنا وطبعا احنا عاملين الفقره كلها على فكره، الله ينور عليك، احنا بالظبط كده، انا عارف كده، فاحنا معلمين على الفقره كلها. وهنا العباره دي مهمه لما بنقول ان الطبيعه التعاونيه بتاعه البحث العلمي accounts for، يعني هي السبب في موضوعيه العلم. طيب في عباره ثانيه في الاخر خالص، ها يا احمد، هل دي معلمين عليها ولا لا؟ من اول هي الريبيتيشن.
اه بالظبط، من اول repetition and careful checking by qualified observers minimizes the intrusion of subjective factors. برضو العبارة دي مهمة، يعني سواء دي او اللي فوق الاثنين يعني ما بيخلوش منهم امتحان. برضو بنقول ان repetition اللي هو بقى اعادة اجراء التجربة العلمية، والcareful checking يعني ايه، ان انت التحقق بقى الدقيق من قبل qualified observers اللي هم ايه، ناس مختصين، هم دول qualified observers. بيمينيمايزس بيقلل من الانتروجن، التدخل بتاع السبجكتيف فاكتورز، بيقلل من تدخل العوامل الذاتيه. ولما يقلل من تدخل العوامل الذاتيه يبقى هيحقق لنا ايه، يحقق لنا الموضوعيه، صح كده؟ طيب ننقل بعد كده، بس انا بتشيك بس ان حاجه زي كده انتوا عاملينها. ننقل بعد كده على صفحة 24. والسطرين دول برضو لو احنا مش عاملين عليهم هايلايت نعمل ونقراهم مع بعض. Thinking is to use the mind for processing imagination and information. ان التفكير هو عملية ايه؟ استخدام العقل لمعالجة المعلومات، لمعالجة يعني الأمور اللي بيفترضها الخيال، to arrive at logical conclusions، عشان توصل لنتائج منطقية، from premises known، من مقدمات معلومة، and or assumed، أو مفترضة، to be true، يفترض صحتها. يعني دي عبارة برضو من العبارات اللي بتيجي صح وغلط. فهو thinking بيستخدم، بيعمل processing للinformation، بيوصل للogical conclusions من premises known. فدي برضو من العبارات اللي ممكن بتيجي كتير صح وغلط. طبعا هنا بقى صفحة 25 كان الحاجات الكتير اللي بتيجي فيها، لما قلنا thought and action هما two sides of the same coin، تمام؟ فدي برضو من العبارات اللي هي كتير بتيجي صح وغلط. طبعا قوائم الأفعال اللي احنا اديناها بتاعت thinking كتير جدا، ان احنا بنجيب منها سؤال، يعني نختار منها كلمة ونقول لك ده تبع ايه، تبع thinking، تبع feeling، تبع ايه بالظبط. طيب في أسئلة يا شباب؟ شكرا جدا يا دكتور. طيب برضو خليكم معايا، طيب نرجع نعمل شير تاني. انتوا طبعا الناس شافت جدول الامتحان، صح كده؟ يا دكتور. تمام. طيب يهمنا بس ان انت تبقى عارف اهم حاجة بالنسبة لك هو السي ار ان بتاعك. يعني انتوا يا شباب المفروض الجدول ده انا برضو هنزله لكم على التيم. فانتوا طب بشري ببص على السي ار ان بتاعي. طب لو انا السي ار ان بتاعي ده 3931، يبقى اذا انا في لجنه من اللجنتين دول، يا 318 ايه يا 318 بي. طبعا في انهي مبنى؟ في الاس اس ده. يبقى معنى كده ان انا هروح على مبنى الاس اس مدرج 318. طيب الاي دي بتاعي لو واقع ما بين ده وده يبقى أنا هكون في 318 إيه. الـ ID بتاعي لو واقع ما بين ده وده هكون في 318 بي.
لو مش قادر افهم ازاي يكون الاي دي واقع ما بين كذا وكذا، يبقى هلاقي اسمي متعلق على 318 ايه، لقيته ادخل، ما لقيتوش يبقى هلاقيه على 318 بي او ام داخل. غير كده احنا يعني في مفروض تعليمات خاصة بالامتحان ان الناس تدخل قبل الامتحان بنص ساعة الجامعة، طول ما انت في الجامعة بالكمامة. خد بالك مهم قوي ان فكرة ان انت تكون وانت في اللجنة بالكمامة وما تشيلهاش وانت في اللجنة، لان في لحظة بتلاقي حد بيخرجك بره اللجنة، وده حصل على ايدي يعني، مش انا كنت شاهد عليه يعني، وللأسف يعني بيروح الامتحان منك. فمعلش التزم، ولو الكمامة العادية بتضايقك هات الكمامة اللي هي فيها فلتر ديت، وفي كل الأحوال احتفظ في شنطتك في جيبك إن يبقى معاك كمامة زيادة، عشان لو اتقطعت لأي ظرف ما تنزلش تدور، ما تروحش تشتري. طبعا الوقت ضيق جدا والامتحان كله ساعة، ومفيش حد هيدخلك الامتحان بعد ما بيبدأ، مفيش بقى موضوع نص الوقت والكلام ده. ويمكن انتوا لو سألتوا زمايلكوا، انتوا عارفين ان الناس يعني ما بتدخلش الامتحان في يعني من اول، لو احنا امتحاننا 10 10 و5 ما بيدخلش، لا السنة دي كمان هم بيقولوا ان يعني هندخل الناس قبلها بنص ساعة وحاجات زي كده. فيعني لو سمحت التزموا بالتعليمات كلها، وهو الامتحان كله ساعة ان شاء الله تبقى في اللجنة بتاعتك تخلص. مهم جدا ان انت تظلل السي ار ان بتاعك في الخانة اللي على اليمين ديت، صح، بيديك رقم السي ار ان بتكتبه فوق، وبعدين بتنزل قصاد كل رقم بتظلل بس الايه السيركل اللي تخص او البوكس اللي يخص الرقم بتاعك. فاهمين الكلام ده طبعا يا شباب، عشان انتوا الورق بتاعكو بيتقري بالكمبيوتر، فلازم تظلل صح على السي ار ان بتاعك، وبرضه بتظلل على اجاباتك بشكل كامل، وما تدورش على كوريكتور عشان ممكن يعني اعمل الاجابه بتاعتك صح من اول مره، عشان ما انا ما اعرفش هيكون متوفر ليك ان انت تستخدم كوريكتور ولا لا يعني. فنشوفكم على خير، ويعني ايه لو في حد عنده بعد كده اي اسئله يقدر يبعت ونتواصل يعني مع بعض لحد ما نشوفكم على خير يوم الامتحان، ويعدي على خير إن شاء الله.